بفيديو اليوم راح أتكلم عن أكثر إعلانات كانت مستفزة إلي على سبيس تون، بس هالمرة راح يكون الجزء الثاني ومعي نفر ثاني بهذا الفيديو. Did you see SpongeBob؟ شو جابك يا أخي؟ I'm looking for SpongeBob. They tell me he's here. ما في SpongeBob. What؟ في عندي دعايات سبيس تون. They lied to me. You bring SpongeBob now. في سبيس تون. مشي حالك سبيس تون. سبيس تون what? They don't have SpongeBob. سبيس دعايات. بس دعايات. Yes. Oh my god. تعال تعال تعال. Show me. What do you have? Okay. حسام. Yes. El Husamo, please. El Husamo. I'm sorry. I don't know who is this guy. تذكروا دعايات سبيس تون. What are you looking at? الشباب اللي هون. There is someone here. Hello. Hi. الصوت كثير عالي راح يطلع. Okay, tell me. Okay. تذكر دعايات سبيس تون؟ Yes. اوكي فراح احط لك كم دعايه بعدين راح احط لك اكثر دعايتين بالنسبه لي كانوا مستفزين على سبيس تون. اوكي كلهم كانوا مستفزين لا بس في منهم كانوا توب كل منهم توب صراحه اشوف أوكي. لعبتي سبيس تون وراح نشوف انا مستفز يعني راح يكون له اسباب اول شيء ما في هدف ثاني شيء الشخصيات جواتك غبيه ما في شيء ايه وبس هيك غباء بس هيك دعايه عايز ماسكم انا ايوه بالضبط طيب أشوف نبدا أشوف. باول واحد فله كورن فليكس بتذكرها هاي تذكرها اعطاك شويه صوت هل بامكانك تحضير وجبه شهيه ومغذيه بسرعه حسنا فلنبدا انا نشوف ومع القليل من الحليب المغذي تصبح وجبتك المفضلة جاهزة فلة كورن فليكس متوفرة بأربع نكهات قريبا على هذا شو رأيك بالإعلان هذا؟ ممتع ليش ممتع؟ هل استفزك؟ شفت فيه شيء غلط؟ كان في غلطة البنت الصغيرة حاطة معلقة كبيرة وهي بتاكل كورن فليكس يا أخي أنت مستفز شو خاص معلقة كبيرة صغيرة مهم معلقة صح؟ صح صح ما مستفز حسيته عادي إعلان عادي صراحة هلا بتفهم شو قصدي بايه مستفز ولا لا هلا هم بيعرفوا شافوا في الجزء الاول عندكم خبره الموضوع عندنا طب خلينا نشوف هذا سلاحف النينجا ابدا يومك كل صباح بعاصفه من النشاط مع كورن فليكس نينجا تيرتلز اذا تمكنت منه شوف حاجه شوف كورن فليكس نينجا تيرتلز اذا تمكنت منه كورنفليكس نينجا تيرتلز رقائق الذرة الذهبية المقرمشة اللذيذة والمغذية طعم النشاط والحيوية مع هدايا رائعة من نينجا تيرتلز كل صباح عاصفة من النشاط طيب حسام شو رأيك بهذه الدعاية؟ شو في فكرة صراحة طب استفزتك ولا لا؟ مش كتير في اشياء مستفزة اكتر من هيك انا شوف لك شو استفزني شو اول شيء حواجب هذاك جايين خط واحد يا اخي عادي انا حواجب زي هيك كل الناس لا عادي عادي ترى بس هذاك خط هيك شعرك متواصل يعني لو يزبطون الامور طلع طيبة شوف انا اللي استفزني صراحة شكله هذاك اول شيء هيك شكله كان مستفز اوكي ما عجبني قصدك ابوه اوكي اوكي الولد تمثيله كان جدا سيء انه ما كورنفليكس زلزال هذا شو هاد شو زلزال ليش عادي كورنفليكس اعطاه طاقه حيويه بس يروح يلعب كره قدم فكره انه كورنفليكس سلاحف النينجا يعني ممكن بيخليك تتشلك شو وين الفكره الزباله ولما يطلع اول شيء مسك الكمبيوتر هيك لا يوقع سخافك خلاص خلاص عيب طب نروح شوف واحد ثاني الناس بدها تشتغل طعمي اولادها خلاص انا اسف اوكي 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 دور لك اعلان ثاني شوف صراحه فل هي اكثر شيء من الفايزين معانا بالدعايات دائما عنده دعايات كثيره بيعرف يختاروا الناس اللي يعطولهم بالضبط على فكره معظم دعاياتي انا بحب لفلة لاني في هدف منها وفي فايده منها بتحب انت لعبه فلة صح ايه والله بحبها كنت تجيبها زمان صراحه كان عندي كمل بس كانت محجبه يعني كمل والله محجبه طب كمل عادي اوكي دعايه فلة هي اسمها فلة بسكويت محشي بالشوكولا اوكي خلينا نشوف الدعايه هل عادي يعني. شوف
سرية بسكويتات صغيرة حكاياها كثيرة بسكويتات لذيذة محشوة بكريمة الشوكولا بطعمها الغني والرائع من فلة. شوف هذه أطفال بريئين. أنا هعطيك رأيي ادعي صراحة 10 من 10 بس حعطيها 9.5 بسبب شغلة شيء بسيط جدا هيك. شو غريب بداية المؤثرات الصوتية كانت بشعة كتير في منه بس صح. بس صراحة دعيت فقول له دائما بقولك بتكون جبارة. أكثر شيء عجبني بالغنية الغنية كانت رايقة خفيفة لطيفة مو مثل باقي الأغاني. هلا حطيتلك دعايتين هن مصريات لما يحطوا دعاية مصرية بقلب تعرف هدول الحفلات الشعبية المصرية هلا هلا تفهم أصلي أنت أوكي. روح نشوف كمان دعاية خلينا نشوف كمان دعاية نشوف حمو بيكا. اليوم الدعايات رح تكون برعاية الكورن فليكس ورقائق اللي بتاكلوها على الصبح. ففي هون كمان عنا فيديو دعاية لرقائق اللي هو الدراجة المقنعة اوكي اوكي خلينا نشوفه اللي شو رايك طيب. هلا شوف قارنه مع اول واحد اللي شفناه شو كان تبع فلة بعدين هذا اللي هلا مع الدراجة المقنعة لا مع سلاحف النينجا بعدين هذا بعدين بنشوف ما الذي يشدهم الى مائدة الافطار انها روح المغامرة كورن فليكس ماسك درايفر وجبة متكاملة من الغذاء والمغامرة إنه طعم لا يقاوم رقائق مقرمشة من الذرة الذهبية مع الحليب المغذي ستجعل الإفطار صحياً لذيذاً وسريعاً كورن فليكس ماسك درايدر لتستمر المغامرة طوال اليوم هلا حسلك حسام شو رأيك بهي الدعاية؟ اللي شو رأيك بهذا مقارنة مع سلاحف النينجا؟ طبعا هذا يفوز بمراحل اوكي على الآخر تمام في انيميشن حلو تمام ومدفوع مبين مدفوع عليه يعني اشي مرتب الفكرة هون حلوة الفكرة كمان حلوة هديك هلا لو قارنت الفكرة سلاحف النينجا بهي الفكرة تعتبر زبالة جدا لأنه هون الفكرة انه بس صار هيك سلاحف النينجا بس كان برج ايه كان حاط فلتر برج بس عم بيرج نفس الفلتر بحطه انا على فيديوهاتي بس انا فيديوهاتي حلوة فيديوهاتي حلوين احكي لهم والله يا نار حلوين فمهم هاي تفوز برأيي هاي تفوز عليهم كلهم صراحة طيب نروح على كمان دعاية كمان كورن فليكس يلا ماشي ماشي آخر كورن فليكس آخر كورن فليكس يلا كورن فليكس يلا جاء الصباح والصباح هو وقت الإفطار والإفطار يجب أن يكون مغذيا ولذيذا ها؟ غدارة ليس هكذا فل تفضلي كورن فليكس ستروبيري شورت كيك رقائق الذرة الذهبية مع قطع الفراولة الحقيقية أضيف إليها الحليب المغذي وستصبح وجبتك المفضلة صباح الخير كورن فليكس ستروبيري شورت كيك طعم جديد للإفطار الإعلان سيء أنا بعرف إنه أنت صدمت من الإعلان كثير مو سيء سيء جدا والله سيء اول شيء عم بيعلمونا انه الاكل الثاني مو منيح عم بيفرجوا الولاد الصغار انه الاكل اللي اهلك بيعملوا لك اياه انت وصغير على الفطور ان كان حمص ان كان اي ملوخيه متبل شو بعرفني على الصبح انه مو منيح بس لما اكلت الكورن فليكس لذيذ جدا انه جيد ورائع عجبني شكرا صباح الخير شكرا حسامو عفوا شو شد عد دعاية زبالة صراحة سيئة جدا 0 من 10 خلاص على الفاضي هي عرضت زمان وخلصت طيب أنا هلا عم بشوف لها صباح الخير وتبقى مسكر وزعلان هيك ليه المؤدية الصوت كمان زعلان بتأثر مع زوجها يمكن مغاصبين عرفت لهم تصوري دعاية صاحي من النوم على السريع الدعاية ركض طيب حسام تفضل أنا هلا راح أحط لك اوكي اكثر واحد مستفز بالدنيا صح اسوأ دعايتين بالنسبه الي لدرجه لما احطن انا بتروح تطلع من الغرفه انا كنت عم اصور الاعلان يعني عم اصور الفيديو اللي قبل هذا اقسم بالله والله انه انا كنت عن جد متنرفز بدي اخلص الفيديو بسرعه منشان اسكر بكرهه كثير ثلاثة بس ايس كريم مع جامبو هوس ده ايس جامبو الكل فانيليا وشوكولاته بسكوت كل بساطة فراولة مجاني ناني مهرجان
شو هذا؟ مهرجان. يعني انا كيف شغلوه بعرس هاي والله كلهم عليها. والله كيف انا راح اشوف هاي الدعاي حول واو الايس كريم طيب ليش الايس كريم دامج ليش تروح تشتري عشان شفتهم برقصوا؟ والله انا امي بدي هالايس كريم ليش لانه شفت عم بيرقصوا وحاطين اغاني وتكشكن تكشكن تكشكن. شو هذا؟ شو عم تعملوا؟ قاعدين برقصوا الصغار قاعدين. لا ما في فايده. اوكي وين فايده الايس كريم؟ ليه ما تشهونا بالايس كريم؟ هو قد ما هو حلو زاكي بخليك فاهم فرحه توصل لغايه توصل للعيرات الدمويه وتصير ترقص مره واحده. شو القرف؟ اوكي هذا رقم اثنين. هذا اسوء. تدري في اسوء منه؟ في الاسوء هو التوب. اوكي حسام. لا 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 حسام هذا رقم واحد لسه ما شغلته بس الصورة. تعال طيب بسم الله. اوكي شو الشعار تبع الايس كريم؟ جامبو كبير وبيشبع. شو تبع الحج هذا؟ شوف والله بده ايس كريم كبير وبيشبع. دي يا باشا صفي النية. عم بحاول اصفي النية ما بتجي. سندوتش جامبو لو سمحت. سندوتش جامبو عايزه كبير وبيشبع. سندوتش جامبو كبير وبيشبع. طيب الشيء الغريب انه هذا لابس كنزه زرقاء بده ايس كريم كبير وبيشبع والثاني بده كبير وبيشبع. طيب كيف انا وصغير ما خطر على بالي هالموضوع؟ انت اول ما تسمع انه بده ايس كريم كبير وبيشبع شو بيجي على بالك؟ ايس كريم. نيتك صافي يعني انت تفكيرك نظيف ما شاء الله. بكون بده ايس كريم عادي. طيب هذا ليش عم بيقلد هذا الولد؟ ليش عم بيقلد الولد الكبير؟ عشان يورجيه انه انا حطب ايس كريم جنبه الكبير اللي بيشبع الزاكي الاحسن من انت شو حطب. انت جربت الكبير وبيشبع هذا؟ لا ما جربته؟ لا كاتشب لو سمحت. شوف سندوتش جنبه مليان ايس كريم فانيلي. كمل. طيب ممكن السندوتش يكون محمص؟ سندوتش جامبو طبقتين من البسكويت مليانين شوكولاتة. يا ريت يعني انت حافظه. شوف التويست ان هون الحركه اللي كانت جباره. شوف طول الكيس سندوتش جامبو شكله ما تقدرش تقاوم اللي جواه. انت بتتكلم عن ايه؟ سندوتش جامبو شفت الحركه؟ ايش هذا؟ شو شيء يعمل؟ جاي يتحرش الولد. والله جاي يتحرش. والله جاي الاعلام غلط يا شباب. اللي سوى الاعلام غلط. انا ما بعرف ما مر على دائره الـ الـ الاغلاط والصحيحه الاملائيه. ما في شيء غلط. اول شيء الولد كانه جاي يغتصب الولد الصغير. هيك طلع الصغير خايف شم ريحته شم اخلاقه شم شوف بعيونه خوف الصغير. طلع الصغير انه شو بده هذا؟ شو بده منه؟ وبعدين هذا جاي ياكل كبير وبيشبع. الولد الصغير طلب واحد. على فكره بسالك شغله. هذا الولد الصغير اكبر منه صار. احا تين. اي والله كثير يعني هو بعمره هذا. طب اصدمك قول لي انه هذا من هو صغير اكل ايس كريم كبير وبيشبع. شوف حسام عن جد قد ايه هو سيء هذا الاعلان صراحه. توب يعني توب بعد اعلان تبع عايز ماوس كمبيوتر. والله احطه. لا والله احطه ما خص بس احطه. داني عندي سبع طلبات. انا عاوز كمبيوتر. خذ كرتونة اكبر شركة استيراد تابعة لهيئة الاستثمار هارد 40 يعني مساحة كبيرة للتخزين والتحميل رام 256 يعني سرعة في النقل والتشغيل بروسيسور وكارت شاشة منفصل قادر على تشغيل احدث الالعاب وكاش عالي يعني سرعة على النت فائقة للجهاز ماذر بورد وكارت لان للنت وشاشة. والله ظالم والله ظالم. والله اللعبة بشغلها كيبورد عربي انجليزي. خد كيبورد عربي انجليزي. طب عاوز سماعات سبيكر. سماعات نقية وقوية الصوت. ريدر فلاش. خد ريدر فلاش انقل وحمل من اصحابك. انا عاوز بلاي ستيشن. خد مرعات بلاي ستيشن. طب عاوز حاجة تعلمني وكمان العب بيها. خد مجموعة اسمه من احدث الالعاب وكمان برامج تعليم. كل ده بكام؟ 555 جنيه زائد مصاريف الشحن. حضر عفريتك على 011. حق الكمبيوتر 500 جنيه مصاريف الشحن 1000 دولار اكثر من يعني شوي 5000 دولار يمكن. هذا هو التريك بالدعاية. فخلص انا صراحة ما حاضر. انهي انت الحلقة. انا اسف. توكل على الله. والله استفزاز كثير. السلام عليكم. الو 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 سامعيني سامعيني سامعيني. صدى 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 صدى
اوكي رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم راح نلعب لعبه انا صوتك تكعل. اوكي انتهى فيديو انتهى الحين. شو بدي اي لعبه جاي؟ هذا كان فيديو تبعنا لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. اكتبوا لي بالتعليقات شو بدكم تشوفوا بالفيديو الجاي، وبشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامه.